استحداث مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات لوضعها تحت تصرف المستثمرين الشباب، تعليمة تحمل رقم 634 سبق وأن وجهها وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى ولاة الجمهورية، ولكن تجسيدها على أرض الواقع يبقى يواجه عديد الصعوبات. حاليا عندنا أزمة عقار في ولاية العاصمة ولا في بلدية الجزائر الوسطى، وطلب منا فيما يخص كما نقولوا لانفيستيسمون بور سي دي زون دانفيستيسمون سورتو بور لي جون كنا كونساج اكسيتيرا. دونك هذا الشيء هذا اللي خلينا اليوم رانا في كما يقولوا اونتر المارطو اي لونكلي، رانا نعانيو هذا المشكل، ما عندناش صلاحيات باش كما يقولوا لوك تروا دان تيران بور ان انفيستيسور ولا بور ان جروب دونتربريز. هي كامل هذا الشيء حاليا من صلاحيات والي ولايه العاصمه. التعليمة الموجهة لولاة الجمهورية تأتي استجابة لطلب صغار المستثمرين في إطار مختلف أجهزة الدعم، والذين يواجهون عراقيل في إطلاق مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بسبب نقص العقار الصناعي. في الواقع كاين عدة مبادرات من طرف الشباب يودهم أنهم يقيموا مشاريع استثمارية، الا انه المشكل العقاري يطرح بحده. من بين الحلول هناك مساحات تعتبر مساحات جبليه تحتاج الى نوع من التهيئه من اجل استيعاب هذا النوع من النشاطات اللي تصب في الاستثمار اللي يطمح له. وضع العقار الصناعي في ايدي المستثمرين الحقيقيين توجه تعكف عليه الحكومه من خلال تدابير تهدف لاسترجاع العقار الصناعي الغير مستغل. كاين مستثمرين اللي في المستوى، كاين مستثمرين اللي عندهم بعض الصعوبات، وكاين بعض المستثمرين اللي احنا لقاو لهم العذر، وبالتالي لحد الان لم نطبق اي يعني لان انا قناعتي الشخصيه بالمستثمر ما نخليهش يروح. الانسان اللي ما يخدمش الارض لما تعطيه ارض فلاحيه او ارض صناعيه او سياحيه تنزعها منه بقوه القانون، لما ما يخدمش وما يستصلحش الارض او ما يخدمش هذاك ربما الوحده الصناعيه اللي يطلبها، الوالي له جميع الصلاحيات لالغاء هذاك القرار. وبالنظر الى بعض التجاوزات في توزيع العقار الصناعي، اكد وزير الداخليه في لقائه بولاه الجمهوريه على اعاده النظر في مهام الوكاله المحليه للتسيير والتنظيم العقاري. كما تعكف دائرتنا الوزاريه الان على اعاده النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري طبقا لتوصيات اجتماع الحكومة بالولاة الأخير عبر مراجعة قانونها الأساسي الذي هو في مرحلته الأخيرة من الإعداد لتمكين الوكالات المحلية بأن تلعب دورها الجديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطريقة فعالة. خلق مناطق نشاط مصغرة في كل بلدية برنامج طموح يبقى في انتظار التجسيد بغية بعث حركية اقتصادية تصب لصالح التنمية المحلية.